السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتورة هدى المهنا، أخصائي طب أسرة، المديرة الطبي لإدارة الخدمات الطبية ورئيس لجنة السلامة والصحة المهنية بالجامعة السعودية الإلكترونية. تشرف اليوم أني أقدم رسالة توعوية عن العناية المنزلية للمصابين بأمراض مزمنة ولمن يحتاجها ولمن يعتنون بالمرضى. في المقدمة احنا نقول احنا منذ اعلان انتشار وباء كورونا من شهر ديسمبر 2019 عاش العالم اوضاع غير عادية. اصاب وباء كورونا كل العالم تقريبا. اتخذ العالم اجراءات غير مسبوقة. هذه الإجراءات أثرت على حياة الناس في الجوانب المعيشية، التعليمية والصحية والمهنية، التجارية والسفر والسياحة. من القطاعات التي تأثرت كذلك بسبب وباء كوفيد-19 هو طبعاً القطاع الصحي والمنشآت الخدمية الطبية. فصارت طبعاً معاينة المصابين بالوباء مقتصرة على الأعداد المهولة والمتزايدة من مصابين كورونا، ومنع من انتقال العدوى أثر على الخدمات الأخرى وخاصة أصحاب الأمراض المصابين بأمراض مزمنة. طيب لما نتكلم شوية عن ظروف الوضع الحالي مع كوفيد-19، إيش اللي حصل خلال هذه الفترة؟ حصل حظر تجول كامل، حظر تجول جزئي، محدودية التنقل والخروج من المنزل، الذهاب للعيادات أو المواعيد، قصر المراجعات للمستشفيات والمراكز الصحية للحالات الطارئة أو المشتبهة بكورونا. كذلك من ظروف الوضع الحالي أن تحول معاينة أغلب الأمراض إلى معاينات افتراضية، إما تكون عبر الهاتف أو الاتصال المرئي. من الظروف اللي واجهت العالم كله أن صعوبة أو استحالة إجراء تحاليل وفحوصات مخبرية وأشعات لغير الطارئة. طيب خلال او من خلال ظروف هذا الوضع الحالي، احنا ممكن نسال نفسنا ما الذي يمكن ان يحدث في هذا الوضع وكيف بيؤثر على الامراض المزمنه. اللي حدث ان ظهور اعراض جديده تحتاج معاينه وتشخيص لاصحاب محور حديثنا اصحاب الامراض المزمنه. فخلال هذه الفترة، إما كان الحظر الجزئي أو الحظر الكامل أو حتى الآن يعني في هذا الوضع، ظهور أعراض جديدة تحتاج معاينة وتشخيص. ممكن حصل عدم تحكم في المرض، ممكن حصل انقطاع عن المتابعة الدورية للمرض إما بالفحوصات والتحاليل. لما تحدث هذه ثلاث الأمور 100% بتأثر على إيش؟ تأثر على المرض المزمن من خلال عدم توفر العلاج أو نقصه، عدم توفر المستلزمات الطبية المنزلية أو نقصها. حصل أن ممكن تكون انقطاع عن التحاليل المخبرية والإشعاعية والانقطاع عن التواصل مع طبيب المعالج المريض. إيش العوامل الطيبة اللي تزيد من صعوبة الأمر في هذه الظروف، ظروف جائحة كورونا مع الأمراض المزمنة؟ لما نحن نلاحظ أن معظم الأمراض المزمنة هم من كبار السن، اللي أصلاً ما يمكن أو صعوبة عليهم استخدام العيادات الافتراضية أو الاتصال الهاتفي. هذا جداً من الصعوبات اللي تواجه لأصحاب الأمراض المزمنة. في كثير من الحالات يكون لدى كبير السن أكثر من مرض، إما يكون عنده السكر ومع الضغط مع هربه أو أمراض القلب. كذلك من الصعوبات في جائحة كورونا إقامة بعض المرضى في
في القرى والمناطق النائية البعيدة عن المراكز العلاجية، وكانوا يتابعون بالسفر إما بالطائرة أو وحصل الحظر فانقطعت المتابعة. صعوبة شحن بعض أنواع الأدوية مثل الحقن والأدوية للأمراض النادرة، كذلك الأعباء المالية عند الاضطرار لشراء الأدوية، عدم توفر بعض الأدوية المقيدة بدون وصفة طب، وكل هذه عوامل أثرت وزادت من صعوبة الأمر. طيب إيش الإجراءات اللي اتبعت خلال جائحة كورونا؟ جميع الأمراض، لكن إحنا بنركز على الأمراض المزمنة. طبعا أهم وضع في أو أي إجراء لمتابعة الأمراض المزمنة هو رقم 937. أنا أتوقع جميع السعودية يعني سكان المملكة حفظوا هذا الرقم 937 لأنه جدا مهم. كذلك إذا كان في أي ملاحظة أو شيء بعد تكون المحاضرة لو سمحت. الرقم 937 تبع وزارة الصحة كان في توجه لوزارة الصحة أنها نزلت تطبيقات جدا مهمة وجدا خدمية في القطاع الصحي، خدمة موعد، كذلك تطبيق صحتي للمعاينة حتى الطبية الافتراضية. كل قطاع خصص عيادات افتراضية، كل قطاع خصص أرقام للتواصل والاستفسارات، كل قطاع خصص رقم خاص لطلب علاج ونظام وصفته. الآن شوي نتكلم عن بعض الأمراض المزمنة والعناية فيها، إما الشخص يكون مصاب بالمرض المزمن أو يعتني بما هو بالمصاب، إما إحدى الوالدين أو أحد الأبناء. فمرض السكري زي ما أنتم عارفين نوعين، النوع الأول بشكل مبسط بنتكلم، النوع الأول هم اللي يتعالجون بالأنسولين، اعتمادهم الكلي على الأنسولين، والنوع الثاني هو اللي يتعالجون بأقراص، بالإضافة إلى إما يكون أقراص أو أقراص مع أنسولين أو حقن علاجية غير الأنسولين. السكري والمناعة من ناحية كمرض السكري، داء السكري من الأمراض اللي تضعف المناعة، مناعة الجسم، وفي تناسب لضعف المناعة مع درجة تحكم السكري، بمعنى كلما ضعفت مناعة الجسم كلما قل تحكم السكر. يستخدم تحليل السكري التراكمي الهيموغلوبين A1C، هذا كل مريض السكري لازم يكون حافظ هذا الاسم لمعرفة درجة التحكم بالسكر. يعد السكر المتحكم في المعدل أقل من 7 للصغار ومتوسط العمر، وأقل من 8 لكبار السن. هذه بصفة عامة لمرض السكري. طيب لما احنا نتكلم شوية عن ايش يحتاج مريض السكري او من يعتني به ان يقوم فيه بالمنزل خلال جائحة كورونا او خلال عدم القدرة على المتابعة في المستشفيات. طبعا لازم احنا الرسالة التوعوية اللي نبغى نوصلها في هذه المحاضرة هي للعناية بالمريض السكري هو مواد النظام الغذائي الصحي، ولا يكون الجلوس في المنزل سببا لتفريط في الحمية، الحرص على مواصلة النشاط البدني في المنزل بما يتوفر من وسائل صحية، الحرص على الالتزام بالأدوية وتوفيرها بالطريقة المناسبة إما بالاتصال على الرقم المخصص من المركز الطبي أو عن طريق الاتصال على نظام وصفتي أو نظام صحتي، أو إما تكون في حالات قليلة تكون عن طريق صيدلية تجارية. مهم للمريض السكري عمل القياسات المنزلية للسكر الذين يتعالجون بالأنسولين، وتختلف طبعا عدد المرات لتحليل الأنسولين نوعا تبعا لنوع الأنسولين اللي يأخذها المريض، وتعتمد كذلك على درجة التحكم.
عمل القياسات المنزلية للسكر الدم عند حصول أعراض انخفاض أو ارتفاع ليتمكن يعني في لحظتها ممكن يقدر يعالجها. عند ظهور مؤشرات لا قدر الله عن غيبوبة سكرية محتملة فلا بد طبعا من مبادرة ومراجعة الطوارئ. لازم مريض السكري أو من يعتني بمريض السكري التفقد القدم صفة دورية وملاحظة أي علامات التهابات فطرية أو جروح أو تقرحات. إذا كان مريض السكري مصابا بالقدم السكرية أو بدايتها فمن المهم جدا ملاحظة أي عوارض تدل على التهابات أو قرقرينة تهدد القدم البتر لا قدر الله، فيستدعي مراجعة الطوارئ. هذا من ناحية العناية بمريض السكري أو من يعتني بمريض داخل المنزل للسكري. نتكلم شوية الحين عن ضغط الدم. العناية المنزلية لمرضى ارتفاع ضغط الدم وقصور القلب. مريض قصور القلب أو من يعتني به يعني ينتبه للحالات اللي يحتاجها معه للمراجعة إما بشكل عاجل أو في أقرب فرصة. دائما تسمعون حالة طارئة، حالة مستعجلة، حالة غير طارئة، مع أن الوضع كله يكون متعب للمريض، لكن تفسير الحالة الحين نتكلم شوية عنها. عموما بصفة عامة المريض بقصور القلب يحتاج مراقبة الوزن بانتظام والعلامات الحيوية وخاصة الضغط والنبض ومستوى الأكسجين في الدم. يحتاج استمرار على الأدوية التي يستخدمها المريض وعدم التوقف عنها بتاتا. محتاج التواصل العيادي مع الطبيب المعالج عبر المنصات العيادية الافتراضية جدا مرة مهم من ناحية الضغط أو قصور القلب. طيب لما نتكلم عن إيش يحتاج مريض ضغط الدم للعناية المنزلية، مرة مهم إن إحنا نواصل النظام الغذائي الصحي، ولا يكون طبعا نعيدها ولا يكون الجلوس في المنزل سبب لتخفيض حمية المريض الضغط. الحرص على مواصلة النشاط البدني في المنزل، الحرص على الالتزام بالأدوية وعدم الانقطاع عنها وتوفيرها بالطريقة المناسبة. هي لازم تتوفر بأي طريقة، إما بيكون عن طريق المركز الصحي أخذ موعد أو عن طريق وصفتي بدون ذهاب للمركز الصحي، عن طريق تطبيق صحتي كذلك، أو إذا ما توفرت هذه السبل تكون عن طريق الصيدلية التجارية ولكن لا يترك العلاج. كذلك عمل القياس المنزلي للضغط بالأجهزة الإلكترونية المعتمدة، جهاز اللي أهم شيء يكون في العضد وليس في الرسام. القياس يعني ويكون القياس للشخص يعني وقت الاسترخاء، ما يروح يقيسه وقت ما يكون عنده توتر أو مسوي نشاط بدني. لازم ولا يكون شارب قهوة أو مدخن أقل شيء من نص ساعة إلى ساعة، ويعمل القياس كل أسبوع أو كل أسبوعين على الأقل مرة واحدة اللي يشوف مدى التحكم فيه. طيب الصداع طبعا دائما المريض يقول أنا ما جاني صداع فضغطي كيف يكون مرتفع. الصداع ما هو مرتبط بالضغط، لكن اللي يبغى مشاركة بس بعد المحاضرة لو سمحت. الصداع طبعا احنا دائما نقول ما هو مؤشر على ما هو دوما يعني انه يكون مؤشر لضغط الدم، لكن لما يشك مريض ان ضغطه مرتفع لازم يقيس. لما يحس يعتني بمريض الضغط انه عنده ارتفاع اما بصداع او اي عرض من الاعراض المفروض انه يبادر بقياسه. ولازم يلاحظ الظروف اللي حصلت فيها الصداع، أو هل هو كان متوتر، هل هو كان مسوي نشاط زي ما قلنا من الأول. طيب عند حصول ارتفاع ضغط الدم وتأكد من أن القياس المنزلي لا طبعاً لازم إعادته مرتين، وبعدين اتصل على الطبيب المعالج أو الاتصال على 937. 937 في أطباء يوجهونه ويعطونه نصائح طبية
أهم شيء أنها ما تكون فيها دوخة أو دوار أو ضيق تنفس أو ألم في الصدر أو الخفقع. هذه العلامات هذه لازم إذا كان مريض الضغط أو يعني مريض الضغط وجد هذه الأعراض دوخة دوار ضيق تنفس ألم في الصدر خفقان، هذه لازم طوارئ. طيب أنتم دائما تسمعون في الحالات لما المريض يجي للعيادة أو يتصل على 937 ويعطي حالة، فهو يقول هذه حالة طارئة أو شبه طارئة، يعني هي مستعجلة، أو يعطيه موعد بعد شهر أو يعطيه موعد بعد 3 شهور. المريض نفسه ما يستوعب ليش أنا أعطاني موعد بعد شهر، ليش ما أعطاني موعد بعد 6 شهور، علما بأن المريض يعني مريض ضغط ويعاني من الضغط. فبس أفسر لكم شوية عشان تستوعبون إيش معنى الحالة طارئة، حالة مستعجلة، حالة ممكن ياخذ الموعد بعد شهر أو أكثر من شهر. فالحالات الطارئة اللي لازم تنشاف نفس اللحظة، يعني لحظة حدوث الإيفنت نفسه للمريض، هي لما يكون الضغط الانقباضي أقل من 90 أو ارتفاع النبض أكثر من 120، صعوبة متزايدة مصاحب مع صعوبة متزايدة في التنفس، هبوط النبض أقل من 40 هذه حالة طارئة، أو تدني مستوى الأكسجين أقل من 90 تعتبر حالة طارئة، لازم طوارئ. طيب الحالات اللي تستدعى معاينتها أو الكشف عليها كحالة مستعجلة لكن خلال أسبوع، مو لازم اليوم ولا يومين يعني، لكن لازم يشاف في أقل من 7 أيام، هي لما يكون في صعوبة في التنفس مع المشي لمسافات قصيرة أو أثناء الجلوس، هي لازم يشاف لكن مو نفس اللحظة أو في نفس الوقت. تدني في وظائف الكلى هذه لازم تعتبر مستعجلة. طيب زيادة في الدوخة ولكن مع بقاء الضغط أكثر من 90. هذه الحالات يعني من منظمة من جمعية القلب الأمريكية. الحالات اللي تستدعي معاينة في فترة لا تزيد عن شهر هي حالات شبه مستقرة، هو مريض لكنه مستقر، يكون في صعوبة في الاستلقاء وضيق تنفس، زيادة في الانتفاخ الساقين، زيادة في الوزن أكثر من 3 كيلوغرام، يعني وعنده زيارات متكررة في الإسعافية في الوقت الأخير، هذه لازم موعد ما يكون أقل من شهر. طيب نتكلم عن الحالات اللي هي مستقرة، هو مريض بالضغط ويعاني من الضغط لكنه تعتبر حالته مستقرة وياخذ موعد بعد 3 شهور 4 شهور. طيب هي الحالات المشخصة حديثا بقصور القلب وصعوبة في التنفس لكن مع عدم تأثر مع النشاط اليومي، يمارس نشاطه اليومي، انتفاخ يسير أو متوسط في الساقين، أو زيادة بسيطة أو متدرجة في الوزن. نتكلم شوية عن كسل الغدة الدرقية. الغدة الدرقية طبعا تعتبر من الأمراض المزمنة، مهم المتابعة فيها عن طريق الدم، لكن وقت جائحة الكورونا ممكن المريض نفسه يستمر على العلاج، وهذا أهميته الاستمرارية على العلاج. مريض الغدة الدرقية أو كسل الغدة الدرقية استمرارية العلاج. طيب لكن تغيير الجرعة يكون بالتحليل، حتى وإن كان أخذ العلاج وصار التحليل سليم بيستمر على العلاج، يعني ما يقول أنا خلاص تحليلي سليم ويتركه، هو ما في ترك للعلاج، لكنه ممكن تغيير جرعة فقط لكن ما في ترك أبدا للعلاج. طيب أمراض الربو، الربو طبعا هي حساسية الصدر اللي في بعضهم
يعني يسميها حساسية الصدر هذه، لأنه ما يحب اسم الربو، لكن احنا بنتكلم شوية عن إرشادات استخدامات الربو، أنواع الربو، بخاخات الربو. في البخاخات الأحادي الاستخدام اللي هو الفنفل الأزرق والفنفلين البنفسجي، هذا البعيد المدى. المدى العالف الأزرق هو سريع المفعول، موسع الشعب الهوائية، ويستخدم في الحالات الطارئة، ويستخدم كل 4 إلى 6 ساعات، ويحددها المريض نفسه، يعني ممكن كل 6 ساعات، ممكن كل 4 ساعات، ممكن كل 7 ساعات. هذا الأزرق هو اللي يحدده المريض حسب احتياجه. طيب المادة الفعالة في البنفسجي هي عبارة عن موسع الشعب الهوائية، لكن مضاف لها مادة الاستيرويد مضاد للالتهابات، يستخدم 2 مرات في اليوم بشكل مستمر، وهو العلاجي. أما الأزرق يعتبر مسكن وسريع المفعول. طريقة استخدامه، طريقة استخدام البخاخ حاد الجرعة، طبعا مهم أن ينزع الغطاء للبخاخ ومن ثم يوضع بشكل مقلوب حتى تصبح فوهة البخاخ في الجهة السفلى. طبعا ترج العلبة جيد لين يمتزج الغاز اللي داخل العلبة مع الدواء. يتنفس المريض قبل أخذ الجرعة، توضع فوهة البخاخ داخل الفم أحكام إغلاق الفم، ويضغط على البخاخ ويؤخذ نفس عميق. يحبس النفس لحوالي 10 ثواني بداخل الرئة، بداخل الرئة يعني قبل ما يطلع الهواء. وعدد جرعاته يحدد طبعا الطبيب مع المريض، إلى أن يستوعب المريض كيف يستخدمه، إما 4 ساعات أو 6 ساعات حسب احتياجه. طيب فيه الأحمر هذا اسمه المادة الفعالة، هو ستيرويد، يستخدم 2 مرات في اليوم بشكل مستمر. طريقة استخدامه، هذا اسمه التوربو هيلر، هذا جميع الربو يعرفون على أنه توربو هيلر. طريقة استخدامه، ينزع غطاء العبوة ويمسك بشكل عمودي حتى يصبح القرص الدوار في الجهة السفلى. ملاحظينها وشايفينها اللي لونه أصفر، يعني السهم الأصفر. تحضر الجرعة المناسبة من خلال لف القرص حتى نهاية الشوط، ومن ثم يعاد لفه بشكل معاكس حتى ظهور صوت كليك. يفر المريض الهواء بعيدا عن الجهاز، ومن ثم توضع الفوهة الخاصة بالجهاز داخل الفم مع الإطباق المحكم عليها. يشفط المريض الدواء مع الهواء للرئتين، ويجب كتم النفس لحوالي 10 ثواني قبل أن يتم إخراج الهواء بعيدا عن الجهاز. تكرر الجرعة حسب إرشادة الطبيب أو المثقف الصحي للمريض. إذا كان في ما في زيارة للطبيب، فالمريض نفسه هو عارف يستخدمه ومتى يستخدمه. فدائما التبرو هيلر يستخدم 2 مرات في اليوم بشكل مستمر. الرابع القرص الدوار. القرص الدوار طبعا المادة الفعالة هو موسع الشعب الهوائية، وفيه مادة ستيرويد، يستخدم 2 مرات في اليوم. يتكون هذا الجهاز قرص دائري، ويحتوي على شريط بداخله جرعة الدواء طبعا، وفي بودرة في الداخل. طريقة الاستخدام، انه يفتح الجهاز، يبعد القرص عن الفم ويخرج زفير، يطبق على الجهاز يعني ياخذ نفس طيب لمدة 10 ثواني، وبعدين يخرج الهواء ببطء ويسكر الجهاز. طيب بنتكلم شوية الآن عن الرسالة التوعوية اللي ممكن أقدمها بس يعني خلال هذه المحاضرة التوعوية بصفة عامة.
للأمراض المزمنة أو من يعتني بهم في المنزل. أول شيء نتوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الظروف أزمة عابرة بحول الله، ويجب ألا نشعر معها بالقلق تجاه العناية بأمراض الأمراض المزمنة، وكل شيء بحول الله يعود طبيعي. الأخذ بجميع الاحتياطات التي توصي بها الجهات المرجعية، مثل الاحتياطات التباعد الجسدي وغسل اليدين وتعقيمها بشكل متكرر لمنع انتقال العدوى، والمكوث في المنزل ومنع التجمع وغيره من الإجراءات مرة مهمة. التأكد أن عناية المريض بنفسه أو بمن يتولى رعايته في المنزل تمثل جزءا هاما في التحكم في المرض ومعالجته، وأن تأخر زيارة الطبيب ومراجعته لا تعني التهاون أو الإهمال. كثير من التحاليل والفحوصات الأخبارية تجرى بشكل دوري روتيني وليس طارئة إلا في حالات محددة. هذا يعني ما بيضر إذا ما راح للطبيب في وقت الجائحة، بل معظمها تأخير التحاليل بضعة أسابيع أو أشهر. معظم الحالات ليست هناك مشكلة في الحصول على أدوية مزمنة، إما عن طريق الشحن من المراكز العلاجية التي يتابع فيها المريض، أو يمكن الحصول عليها من الوصلة الهاتفية من وصفتي بوزارة الصحة. بشكل عام يجب على المرضى وعلى مقدمي الرعاية الصحية باختلاف مستوياتهم الحرص على طبعا توفير الأدوية. إذا ما كان فيه توفير أدوية، ممكن المريض نفسه يتصل على 937 ويبلغ يقول أنا ما هو متوفر الدواء. طبعا التواصل الهاتفي عبر تطبيقات الصحة الإلكترونية بين المريض والطبيب جدا مهم للمتابعة ولتحديد ما هي الحالات اللي ممكن تحتاج زيارة الطوارئ أو متابعة في المنزل. المراجعة الفعلية للعيادة ليست يعني في وزارة الصحة، يعني ما منعت منع نهائي إن المريض إنه يروح للعيادات، ولكنها في محدودية وخاصة في المستشفيات. لكن المراكز الصحية طبعا تستقبل الأمراض المزمنة، لكن إذا كان المريض عارف في من ناحية الربو أو السكر، عارف يدير المرض نفسه وبالأدوية، ممكن يكمل في البيت ويستشير بالاتصال على الرقم 937 أو الهاتف الاتصال مع الطبيب. إذا كان ولا بد الذهاب للمركز، هو المراكز الصحية مفتوحة، لكن يقلل أو المفروض أن تقلل الزيارة للمركز إلا للضرر القصوى. وشكراً. الآن إذا كان في أحد عنده أي استفسار أو أي سؤال. أيوة، اللي عنده سؤال يكتب في الشات. أيوة علي. عليكم السلام. الله يعطيك العافية. حنان، الله يعطيك العافية. اللي عنده سؤال أو استفسار يتفضل. شكراً يا علي. شكرا لهنو. سارة، ايش الاحترازات اللي ممكن تتبعها النساء الحوامل؟ طبعا الحوامل احترازاتها جدا مهمة، ولكن هي الاحترازات هي نفسها ترى مع اي شخص ان كان سليم او مريض. لكن التباعد الجسدي هذا مرة مهم، لبس الكمامة مهم،
غسل اليدين جدا مهم. احنا نسمع هذه الكلمة، يعني بتسمعينها طول الوقت، تعقيم اليدين، الغسل المتكرر، الكمامة. إذا أنت موظفة، الكمامة طبعا ضروري، ومجرد أن تطلعين من البيت لازم الكمامة. والتباعد، أقل شيء يعني من 1.80 متر إلى 2 متر، هذا ضروري لو فرضا اضطريت الجلوس مع أحد. هل المناعة نكتسبها من الطعام فقط أم في النفسية؟ طبعا المناعة تلعب دور كبير، الأكل الصحي يلعب دور كبير، النفسية تلعب دور كبير. فيعني لو صار أكلك سليم 100% ونفسيتك تعبانة، فالمناعة بتضطرب. إذا كانت نفسيتك مرة كويسة وأكلك سيء فبتضطرب. فلازم هي نسبة وتناسب. المناعة لها 3 أعمدة: أكل صحي، نفسية عالية، وممارسة الرياضة. كيف نقيس الأكسجين للشخص في المنزل؟ في بعض الأجهزة قياس الضغط تطلع نسبة الأكسجين. فيه أجهزة صغيرة تطلع نسبة الأكسجين بدون قياس الضغط، وفيه لا، جهاز الضغط هو يطلع النبض ونسبة الأكسجين. شكرا يا غالية. في أحد منكم يعتني بأمه أو أبوه مصابين بالسكري والضغط؟ يعني في خلال هذه جائحة الكورونا مثلا. أيوة، عبير تقول أبويا في ضغط. من يعتني فيه يا عبير؟ من يقيس ضغطه؟ يعني خلال مثلا زي الحين عبير أبوها في ضغط، تخيل مثلا لو كل مرة ينقل أخبار مثلا عن السيء، أخبار الكورونا السيئة، مثلا أعداد الوفيات، أعداد الإصابات. فمثل هذه اللي عندهم أمراض مثلا زي الضغط أو كبار السن، يفضل إن ما تنقلهم هذه الأخبار. الاهتمام بالغذاء الصحي، الاهتمام بقياس الضغط له، فجدا مرة مهم. وعدم نقل الأخبار السيئة للوالدين. في أحد من الحضور عنده سكري أو ضغط أو ربو؟ شكرا يا بشرى. بشرى عندها عندها عند إيش عندك يا بشرى؟ عبد العزيز أمه عندها ضغط، وبشرى عندها سكر، أبوها عندها سكر، حنان بنتها ربو. فشايفين الأمراض اللي السكري ضغط الربو. فالحين لو سألت مثلا حنان اللي عندها الربو، إيش سويت خلال هذه المرحلة وعدم وجود عيادة؟ يعني أنت بتروحين للعيادة بتخافين ليكون فيه انتشار كورونا، فهل انت يعني قادرة ان انت تسوين من علاج لبنتك بالفنتولين يا حنان، حنان عطلة، هل انت اللي تعالجين بنتك؟ دكتورة عريفة، we are sorry just we present the lecture in Arabic version, but إن شاء الله next time we will present it in English. We talk about diabetes, how to care about chronic diseases. But promise you, إن شاء الله we will do it in English.
ثانك يو دكتورة عريفة. علي يقول هل العامل النفسي له دور في التأثير على المناعة؟ أكيد 100%، العامل النفسي له دور كبير في المناعة، العامل النفسي والأكل الصحي والرياضة. عبد العزيز يقول أمي فيها القلب بالضبط وبنت أختي فيها الربو، وأنا ملتزم بالتباعد ومنذ بداية الأزمة متباعد عنهم. فعلا هذا هو المفروض، وخاصة إذا كنت يعني من في القطاع الصحي. آية أغسل كلى جدا مهم يا آية، إن شاء الله ربي بيلبسك الصحة والعافية، لكن التباعد الجسدي جدا جدا مهم، عدم الخروج يعني برا البيت بدون حاجة، ما يصير يعتمد الواحد يقول إحنا متكلين آمنين ومتكلين وانتهى، لا لازم نحرص الحرص على لبس الكمامة، نحرص على التباعد الجسدي، نحرص على أن إحنا ما نطلع من البيت إلا للضرورة القصوى. إيوة غانم يقول أن فعلا الأخبار السيئة ومسوي زراعة، والأخبار السيئة تأثر على النفسية طبعا، يؤثر على النفسية ويؤثر طبعا، اللي عنده نقص المناعة لإصابة الكورونا لشخص مناعته قليلة فعلا يؤثر. إيش الفيتامينات المهمة لتقوية المناعة؟ الأكل الصحي عموما جميع الفيتامينات فيها التوازن، يعني فيها التوازن، الفيتامينات بصفة عامة، فيتامين سي للمضادات الأكسدة، كل فيتامين اي بي، هذا كلها يعني بالمجمل الفيتامينات تقوي المناعة. الأكل الصحي يعني ما أقدر أقول والله هذا الفيتامين، لو أخذت جميع الفيتامينات وعندك نقص حديد، هذا ممكن يحصل، وارد أن جميع الفيتامينات لو سويتي تحاليل بتكون سليمة 100%، لكن عندك فقر دم فهذه بتكون مناعتك ضعيفة، فالتوازن مهم وضروري. أيوة عبد العزيز، الحامل كيف تقوي مناعتها؟ قلنا تقوية المناعة، نسينا نقول النوم، النوم وعدم السهر. تقوية المناعة ما يجي إلا من الأكل الصحي ورفع المعنويات والصحة النفسية وعدم السهر وممارسة الرياضة. عبد العزيز ممكن إذا كان عندك سؤال تسوي في الشات، لأن سوي في الشات عشان أقدر أشوفه. شهادة الحضور والله أنا ما أدري، يعني أنا ممكن أسأل المودريتور للجلسة وأشوف هي ممكن ترد الحين علي. هذه المحاضرة محاضرة توعوية، يعني أنا كنت أتمنى إن بس اللي يحضرها، شهادة الحضور مهم إنكم تحضرونها يعني تاخذونها، لكن ودي تستفيدون كاستفادة للحياة نفسها. الصحة العامة بالمجمل يا علي هو المستقبل، الصحة العامة إذا هو كتخصص.
أنت تخصصك صحة عامة؟ لا، المناعة ما تقاس. فيه سؤال تقول أقيس مناعتي؟ لا، ما تقاس المناعة. المناعة تقيسينها، تعرفينها أنت من نفسك، إذا كانت كثير الإنفلونزا، كم مرة يحصل الإنفلونزا، كم مرة، عارفة؟ يعني هذا هو المناعة. إجراءات بالنسبة للمصاب بالربو، طبعا هي نفسها الإجراءات لأي شخص، لكن اللي عندهم أمراض مزمنة نحرص كل الحرص على أنهم، يعني الحرص بزيادة، عرفت علي؟ يعني لدرجة أن وزارة الموارد البشرية، يعني ممكن أصحاب الربو، كان في الأول الربو اللي متنوم خلال 6 شهور الماضية يتعلق حضوره في الدوام ويكون عن بعد، بس يكون له تنويمة واحدة بس في المستشفى. علي، يحتاج نحتاج توعية وتثقيف صحي إن شاء الله. يعني الجامعة بادية، يعني هي من الأول كانت الجامعة تسوي، ومستمرين إن شاء الله في محاضرات التوعية والتثقيف الصحي. المناعة الذاتية والمناعة المكتسبة هذه لها فيها جزء من التطعيم، وفيها جزء من لما يكون الواحد مصاب، فما ودي أدخل في هذا الموضوع لأنه موضوع مرة كبير، وممكن لو شرحت شرح قصير بينفهم ممكن غلط، لأنه لازم يكون شرح كامل. معليش يا فدوى، ما أقدر أجاوب على هذه لأنها شرحها يطول الفرق. حسين، المناعة مكتسبة بعد الشفاء قصدك من الكورونا؟ يعني الكورونا لسه ما بعد اكتشف لكل حالاته، هل هو المصاب إذا انصاب هل ترجع للإصابة أو ما ترجع للإصابة، هذه كلها يعني ما حد يقدر يجاوب عليها. المشاركة الصوتية مو من عندي، من عند المودريتر من داخل الجامعة. فعلا غانم، صحيح الدولة ما قصرت، أعطتنا استثناءات اللي معهم أمراض مزمنة وزادت من معنوياتك. فعلا يعني الدولة استثنت اللي عندهم أمراض مستعصية، اللي يأخذون أدوية مثبطة للمناعة، فعلا هذا يرفع مثلا من المعنويات. هل كل مريض سكر يقال عنه مناعته ضعيفة؟ هي بصفة عامة لكل اللي عندهم أمراض مزمنة تعتبر مناعتهم، لكن ما في 100%، ما في إجابة 100%. لما تسأليني يا فدوى هل كل مريض سكر يقال عنه مناعته ضعيفة، لو جاوبتك إيه كل أكون غلطانة. هي ما فيها كل، ما فيها 100%، لكن الإحصاءات وجدت أن مرضى القلب، مرضى السكري، مرضى ضغط الدم، مرضى قصور الكلى هم أكثر عرضة للمضاعفات، فقط هم أكثر عرضة وليس يعني بالأكيد، عشان كذا هم حطوا استثناءات للمرضى، مثل كبير السن، مثل السمنة المفرطة، السمنة المفرطة كذلك. اللي ياخذ دواء ضغط يعتبر مرض مزمن ومعفى من العمل؟ لا،
مريض الضغط ما يعفى من العمل ويعمل عن بعد إلا إذا كان له تنويم سابق خلال 6 شهور الماضية، هذا نظاما. طيب العمر لا، كان 55 وبعدين غيروه وصار 65. هل المصابين بأمراض مزمنة ومحافظين على نظام حياة صحي من أكل ورياضة ونوم يقل نسبة إصابتهم؟ اللي عندهم أمراض مزمنة ونظام صحي وتحكم، هو قصة التحكم، هل هو متحكم فيه أو لا؟ إذا كان متحكم فيه فإن شاء الله ما عليه خوف، لكن ما نقدر نقول ما عليه خوف، لأنه حتى الإنسان الطبيعي اللي عنده مناعته مرة قوية ممكن يصاب بالكورونا. يعني إذا أنت سؤال عن الكورونا، اللي عنده مناعة قوية ممكن يصاب، المريض اللي عنده أمراض مزمنة ممكن يصاب، الطفل ممكن يصاب، الكبير ممكن يصاب، الكبير ممكن يتشافى، لكن هي نسبة. يعني وجدوا نسبة اللي عندهم أمراض مزمنة، هذه الفئة لازم يحرص عليها، وكبار السن لازم الواحد يحرص عليها فقط. من ناحية الكركم والعسل والحبة السوداء للحامل، أنا ما أقدر أتكلم عن العسل، ما فيه مشكلة إذا ما كان فيه مريض السكر، لكن الحبة السوداء والكركم وهذه ما أقدر أتكلم فيها للحامل. الحامل لها صفة خاصة لازم الطبيبة المعالجة لها، لكن ككركم باستخدامه يعني اليومي، لكن في بعضهم لا ياخذونه يشربون الشرب، هذا انا ما اقدر انصح فيه ولا اقدر اقول انه غلط. فهد ما أتوقع أن المودريتر حط مايك، فياليتك لو بغيت السؤال تكتبه في الشات. لأن أنا مو من صلاحياتي أفتح المايك، معلش. وحتى المودريتر الحين جتني رسالة إنه ما هو من صلاحياتهم، هو النظام عندهم كذا لأنها محاضرة توعوية احتمال. فأكتب يا فهد سؤالك بالشات ونشوف. هل حبوب الحديد تسبب حساسية؟ يعتمد على الشخص، هل هو عنده حساسية ولا لا؟ الحساسية من الأدوية يعني ما فيها إجابة كاملة، يعتمد على الشخص هل هو عنده حساسية أو لا. إذا حابين أي سؤال أو شيء ما يعني تبغون تستفسرون عنه، عن السكري، الضغط، الربو، أدوية الضغط، يا ليت يكون في برنامج خاص تثقيفي لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لأنهم دخلوا مرحلة تفكير ووسوسة بسبب الجائحة. هذا اللي إحنا نقوله، اللي احنا نقوله هذول كبار السن، مين اللي صار يعطيهم الاخبار؟ مين اللي صار ينقلهم الاخبار؟ نسبة الاصابات، نسبة الوفيات، هذا جدا مهم. ولكن ممكن يا فهد نشوف هذا البرنامج، اذا انت من منسوبي الجامعة الالكترونية ممكن ترسل لي على الام اس دي ونشوف اذا ممكن نسوي برنامج، ليش لا؟ فهد انت من منسوبي الجامعة، ان كان طالب او موظف، فأرسل في الـ MSD.
لما ترسل يا فهد الايميل الام اس اي اكتب برنامج كبار السن عشان احفظه. ايوه يحيى، أيوة فترة التفكير تقلق لما الواحد طول الوقت يفكر أن الكورونا حواليه، جدا ممكن يدخل حتى عنده يصير فيه فوبيا، يعني لما يصير الواحد جالس وخايف من الإصابة، حتى ممكن لما يبغى يطلع من البيت يحصل له رهاب. فما يكون إحنا ما نبغى نوصل لهذه المرحلة، لكن فيه حذر. في علاج قسم طب الأسرة، هل يوجد علاج للوسوسة؟ الوسوسة أول شيء تدخل علاج المعرفي هذا، لكن طبيب الأسرة ما يقدر يعالج إلا، يعني ما هو مصرح، لأنه ممكن ديبريشن، الاكتئاب، القلق، لكن فيه المعالج النفسي ممكن يبدأ معاه. لكن إذا كانت الوسوسة وصلت أثرت على حياته الشخصية والعملية، ممكن طبيب الأسرة يحوله لطبيب النفسي، لكن يمر على طبيب الأسرة إيه كويس في البداية. هل لو خالط ومصاب في مكان عام وهو في كورونا وأنا ملتزم بالتباعد والكمام وغسل اليدين قبل دخول المنزل، كم نسبة الاشتباه في إصابتي؟ ما أقدر يعني وش اسمه، هو يعتمد هل هو كان لابس كمامة؟ يعني أنت سؤالك يقول لما أنا أمر على مكان عام وفي واحد مصاب وأنا لابس الكمامة ومسوي تباعد ودخلت المنزل، كم نسبة الإصابة؟ يعتمد نسبة الإصابة، هل هو لابس كمامة أو ما لابس الكمامة؟ هو المشكلة لما هو ما يكون لابس كمامة وهو مصاب، لكن تقل النسبة لما أنت تكون لابس كمامة ومسوي تباعد. طبعا لما تدخل البيت لازم غسل اليدين، هذا شيء يعني واجب. الله يعطيك العافية يا فهد.